رجع المسافر بقطار تهريب بالثلاجة بدون ما يعرف، ولما عرف أنه بالثلاجة صار يحس بالبرد ويصرخ طلعوني وما حدا رد. بعدها كتب مذكرته وتوفى متجمد وجسمه أزرق. وبعد ما لقوه ميت، معاون شوفير القطار بذكر الشوفير أنه الثلاجة بالأساس عطلانة ومو شغالة. القصة فيها كتير خلاصات، بس الأهم كان أنه الوهم فعلا قاتل. لو أسقطنا هاي القصة على واقعنا الحالي، رح نلاقي الوهم قاتل أكثر من المرض بحد ذاته. طيب الرسالة هون شو؟ بما أنه هالمرض شبه انتشر عنا تقريبا، وكل يوم عم نشوف بوستات لناس عم تسأل أنه عندي هالأعراض وهي أعراض كورونا شو أعمل؟ لهيك لما شخص بتعزه، إن كان من أهلك أو رفقاتك أو أي شخص غالي عليك، أو حتى لو ما بيعز علينا ومنتواصل معه تظهر عليها الأعراض، الأهم من العلاج الروح المعنوية. ما في داعي نحطم له معنوياته ونقضي على نفسيته أنه أنت مصاب ونتحمل معه كأنه مو بشر. معلش حسسوه أنه معه قريبة عادي ورح يطيب منه، وعفترض الشخص طلعت معه الأعراض بس ما عمل مسحة وتأكد. خلينا نفترض أنه قريب حد مو كورونا، مو بيقولوا رشح الصيف أحد من السيف؟ عاملوهن على أساس قريب حد، وبنفس الوقت خدوا حذركم بالوقاية، لا تقتلوهم بالوهم. العلاج 75 منه نفسي و 75% مادي. وتذكروا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قريبا جدا إن شاء الله بتلاقوا إنه اختفى الوباء مثل ما اختفى اللي قبله. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ابتعدوا عن الوهم، عيشوا حياتكم طبيعي مع الحذر والوقاية.